وصف لنا الأوضاع في الريف الشرقي وخصوصا بصرى الشام والمعلومات المتوافرة لديك حول نشاط الشبيحة هناك وانتماءاتهم. شبكة شام أدب. أستاذ الكريم، منذ ساعات صباح الباكر ولا تزال حملة إطلاق النار مستمرة في محافظة درعا، فقد تعرضت كل من بستان الحرير ومنطقة درعا البلد والمحطة وحي الكاشف والسبيل لحملة إطلاق نار من قبل الحواجز العسكرية وقناصة النظام. كان حصل اليوم انفجار كبير بالقرب من بلدة الكتيبة القريبة من بلدة خربة غزالة، وتبعه إطلاق نار كثيف من قبل ميليشيات النظام من أسلحة متوسطة وخفيفة. حاليا أيضا جيش النظام يحاصر مدينة الشيخ مسكين بدرعا ويستعد لاقتحامها، وهناك حظر تجول تم فرضه من قبل قناصة النظام ومن قبل الحواجز العسكرية في هذه المدينة. أيضا وردت أنباء عن حملة تمكين. إذن أشكرك شكرا جزيلا رامي الخالدي.